Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, au cours de cette vidéo, on va, inshallah, négocier et commenter les titres des projets du programme annuel de deuxième AS. Bien sûr, en Algérie, c'est pas ailleurs. C'est pas au Maroc ou bien en Tunisie. C'est uniquement en Algérie. Bon, le programme comporte 4 projets. On va les citer maintenant. On a le document scientifique, le discours théâtral, c'est le deuxième. C'est uniquement destiné aux classes des langues étrangères et aux lettres et philosophie. Les scientifiques ils ne sont pas concernés par le discours théâtral. On va voir le plaidoyer et le réquisitoire. On va être le récit. Le récit, là, bien sûr, comporte plusieurs chapitres. On va les voir après. Bon, on va commencer d'abord par le document scientifique. Yani, où je mets un document. Tout ce qui est destiné yani, à faire apprendre quelque chose. Yani, là, on a une visée didactique. Yani, on a un but éducatif. Yani, toujours destiné les élèves. Voilà. C'est pour ça que c'est mieux le document. يعني فيه أشياء سورتو لو تام تاعو هو سيانتيفيك سي تان تام سيانتيفيك باغ اكزومبل نقدروا نلقاو لي تام تاعو à propos par exemple de la biologie, de la science, de la chimie, de la physique. يعني كل حاجة عندها علاقة مع la science. Le document scientifique porte sur 3 types de supports. Alors, le premier support est le texte explicatif. Le texte explicatif qui il répond à la question quoi, comment et pourquoi. Bon, on a la visite à Oshéwa exposée pour présenter un fait. Exposé pour présenter un fait. Bon, il y a la visée générale, il y a exposé pour présenter ou démontrer un fait. Bon, هذه بالذات يعني exposé pour présenter un fait. روحوا للدوزيام هو تكست ديمونستراتيف يعني تكست ديمونستراتيف اللي نبرهنوا فيه على اشياء اون فا بروفي دي شوز سيانتيفيك ا ترافير اون اكسبيريونس ولا اون ديمونستراسيون ولا دي بروف سيانتيفيك راح نشوفوا كومون اون فا ديمونتري بون راح هنا نشوفوا لي زيتاب دو لا ديمونستراسيون لا فيزيت تاعو اكسبوزي بور ديمونتري اكسبوزي بور ديمونتري يعني الهدف تاعو اكسبوزي بور ديمونتري راح نشوفوا هنايا لي ريبريزونطاسيون غرافيك راح نشوفوا كيما ليستوار جيو كيما لا جيوغرافي نستعملوا فيها دي زيلوستراسيون ايكونيك كوم باغ اكزومبل لو دياغرام هذا لو دياغرام اللي جاي هكذا الاعمده البيانيه كيما نقولوا لهم كاين لو غرافيك هذاك هذو يسماو لو سيركل هذاك يسمى نستعملوهم بون نلقاو ثاني اوسي لا كارت هذيك جيوغرافيك ولا الخريطه ولا هذو كامل حوايج نقولهم لي ريبريزونطاسيون يعني دي سوبور غرافيك حنا رايحين نشوفو كومون اون فا ريبريزونتي هذوك لي زيلوستراسيون هذوك ولا لي زيماج ايكونيك هذوك تاعنا بون هنا لا فيزيت تاعنا سي اكسبوزي بور كومون بون هنا مش راح نطلبوا لكم اصلا مش راح يجي تكست يجي باغ اكزومبل ان سوبور غرافيك برك مي راح يجي تكست تو مي هنا نقدروا نقولوا الهدف تاعو ولا لو بي تاعو اكسبوزي بور كومونتي بون راح نروحوا دركا لو دوزيام لو دوزيام بروجي هذا لو دوزيام بروجي سي ديستيني او لونغ اترانجير و ثاني او لتر كان هو يعني مع الاول كان هو الاخير ومن بعد داروا حدثوا تغييرات بدلوه قلبوه هو الدوزيام بون لا فورم تاعو يجيك شغل ان ديالوغ ولا مونولوغ ولا هكذا المهم نلقاو فيه حوايج ريلاتيف لو تياتر اي تو لا تيراد كوميدي لا تراجيدي لو درام يعني نلقاو بليزيور تيب دو ديسكور تياترال يعني نلقاو هذاك اللي محزن ولا اللي ضحك ولا يعني كاين بزاف حكيمه لا كوميدي لا تراجيدي ولا لو درام انا لا فيزي تاعو الهدف تاعو شو ديالوغي بور راكونتي رايحين نروحو دوكا اون فا فوار بار لا سويت لو تخوازيام بروجي لو بليدوايي اي لو ريكيزيتوار
le plaidoyer, يعني كي شغل واحد il défend quelque chose, il la défend, ينادي بها, il la demande, يعني à travers des arguments. هنا هو راح ينادي على بحاجة. عندك هنا لي تام نتاعو يختلفوا, يكونوا دي تام humains, comme par exemple le patrimoine, comme par exemple l'enfance, par exemple l'école et l'enfant, كي شغل حوايج إنسانية, ماشي تام برك هكذا n'importe quoi هكذا ولا personnel ولا non. هذا كي شغل يحب يديفوندي يدافع على اشياء يعني هيومن, دي شوز هيومن. قلنا كيما لا فيولونس, لونفونس, لو باتريمون, لا كولتور, لا ليكتور, هادو حوايج كامل يقدروا يدخلوا في البليدواي. دونك في البليدواي هذا كاين اون ديفون هذيك الحاجه ولا اون دينونس, يعني من نستنكروها, من ديفونديوش عليها. دونك هنا لو لا فيزي تاعنا ديفوندر و دينونسي ان في, ولا ارغومونتي بور بليدي اون كوز ولا ديسكريديتي. صافي نلقاو سوا ديفوندر سوا دينونسي. بون هنايا واش هو الاسم تاعو, هو كونفينكر ان بوبليك, ان بوبليك بيان بريسي. يعني نقدروا باغ اكزومبل نكونوا دون اون كونفيرونس, مؤتمر ولا مؤتمر صحفي ولا اي حاجه, نقدروا نسيو كيفاش نقنعوا هذاك لو بوبليك, ولا دون لا جوستيس, دون ان تريبونال, ولا باغ اكزومبل دون اون ليتر تاع اليونيسيف. هنا نسيو كيفاش نقنعوا لو ديسيناتير تاعنا. بون يقدر يكون ان ديبا فيه لو بور اي لو كونتر. On passe maintenant à voir le quatrième projet. Le quatrième projet, c'est le récit. Le récit, yani le texte narratif. On peut traiter un récit imaginaire, ou là, je sais pas, c'est de l'imagination. Ou là, on peut voir un récit réel. Yani, هنا est réel, ou هذا réel. La nouvelle d'anticipation, c'est un récit futuriste. Yani, qui imagine la vie en 2030, ou là, il imagine la technologie. Yani, il imagine la technologie. Le يعني كيفاش يقولوا ليفولوسيون ولا لو ديفلوبمون تاع لا تكنولوجي. يقدر باغ اكزومبل يقول لك بلي في 2080 نروحوا ليكول, يعني بلايرون باغ اكزومبل على الد ان اباري باغ اكزومبل ايرون 9, ولا شغل هكذا ايماجيني حوايج ولا. دونك لو تيب تاعو سي ان ريسي ايماجينير. La visite à relater pour présenter un monde futur. يعني يحكي باش يورينا لو موند فيتور هذا كيفاش كاين. بون عندنا لي كاركتيرستيك تاعو, فوكابولير فيتوريست, سوبجيكتيفيتي تاع لوتور. هنايا كيما تشوفوا هنا غير لوبجيكتيفيتي, ما كانش لا سوبجيكتيفيتي, يعني هنا لوتور الي اوبجيكتيف. بون نروحوا هنايا نشوفوا هنايا لو ريبورتاج توريستيك, ان ريبورتاج يعني دون لوكيل اون دون دي انفورماسيون سور ان ليو, ان ليو توريستيك, ولا دون لو بوت يعني داجير, ولا دو فير لا بوبليسيتي, دانفيتي لي جون ا فينير باغ اكزومبل فيزيتي. الوغ لا فيزيت تاعنا رولاتي بور اجير. هنا سيت ان ارتيكل دانفورماسيون, سيت ان ارتيكل دانفورماسيون لو بوت تاعو رولاتي بور اجير, ولا رولاتي بور انفيتي لي جون ا فيزيتي هذاك لو ليو. دونك انفورماسيون سور ان ليو, هنا تكون لوبجيكتيفيتي شويه مليحه. الوغ هنا لو ريسي دو فواياج, هنا سيت ان ريسي دو فواياج, يحكي ان فواياج بيرسونيل, اون اكسبيريونس بيرسونيل. يعني il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a observé en détail. Alors هنا l'objectif, le but تاعنا هي relater des faits pour informer et agir sur le destinataire. هنا واش راح يحكي لنا, يحكي لنا الديبلاسمون تاعو, يحكي لنا لو فواياج تاعو, يحكي لنا شاف حوايج, دي زانيكدوت, حوايج يضحكوا يعني كي سو فون غار, يعني هكا ضحك صراو له ضحكوه, ولا يدينا لا ديسكريبسيون دال ليو, يدينا ديسكريبسيون دون بيرسون. بون ان شاء الله تكونوا فهمتونا. مع الاخير نقدر نقول لكم بلي هذا فيه لوبجيكتيفيتي بزاف, هذا سوبجيكتيف, هذا سوبجيكتيف, هذا aussi subjectif, وهذا شوية فيه الobjectivité, وهذا subjectif. إن شاء الله تكونوا فهمتونا بزاف. نخلوكم ونقول لكم سلام.